أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. عبير أحمد توثق لحظة إجرائها عملية غسيل دم وتبكي جمهورها بعد إصابتها بمرض نادر. الحمد لله، أمس كانت أول جلسة لغسيل الدم. الحمد لله قاعدة أتحسن. إيش رأيكم بسنابات كنزي؟ Thank you ماما. على فكرة المعمول أول ما طلعته من العلبة ريحته كانت وايد حلوة. أقول لكم إن شاء الله الحياة لازم تستمر. والله تعبانة تعب لا يوصف. وموضوع غسيل الدم هذا نزل صدمة علي، لكن ربي لك الحمد. ومع ذلك راح أكون قاعد ما أقدر على تواصل معكم، وراح أنزل سنوات وأنزل أغاني، وإذا في نكت راح أنزل، وكنزي راح تسوي لي تركش وتحط لي تنت، وراح أتعطر وأنا بالمستشفى، وأصحى ثاني يوم أسوي غسيل دم. قلتي لي كريمات الوي؟ وراح أحط كريمات وي وعناية عشان الحياة تستمر، ولأن الاستسلام ما راح يفيدني، ولأني لازم أحس إني أنا عشان أثبت لنفسي إني أنا هي أنا، ما راح أتغير. التعب والمرض وارد، انتكاسات واردة، كل حياة تستمر. ما له معنى إني أقعد أكتب وأزعل، أزعل شوي، لكن لا يمكن استسلم. تحطي لي مسكرة بكرة؟ لا عاد ولا هالدرجة. أصعب شيء لما قالوا لي، قال لي الدكتور هنسوي قسطرة لغسيل الدم في رقبتك. لا رقبتي لا. يلا بس تعدي ان شاء الله. تعدي تعدي. تعدي. في ديك بحبكي. وتدلع مامي. I love you Kenzie. I love you. Thank you. I love you. هي عندي. أنا بحبك. دلعتني حتى وانا عايشة. الله يبي لي تنت تنت حط ميك اب كنزي يا جماعة مدلعتني مصورة كذا سنام وأنا في المستشفى عن أساطير بطلت العلبة كان تلقى معمول جديد واصل جربت المعمول صورت أحلى فيديو خليني أنزل لكم إياه.